السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا بيان كتبه الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني بتاريخ 10 رجب لسنة 1441 للهجرة، الموافق 5 من شهر مارس سنة 2020. عنوان البيان: فيروس كورونا من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلوات الله على أنبيائه وأوليائه في كل زمان ومكان، لا خوف عليهم من عذابه ولا هم يحزنون. فلكم نصحنا صناع القرار قيادات المسلمين خاصة والكفار عامة والمعرضين، ولكن لا يحبون الناصحين. وعلى كل حال، لقد كذب المكذبون بحديث الله سواء الملحدون أو المشركون أو المسلمون إلا من رحم ربي منهم وكسب في إيمانه خيرا. وتركتكم لله الواحد القهار الذي جعلني خليفته على العالمين ليظهرني عليكم بحوله وقوته، تصديقا لقول الله تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. صدق الله العظيم. وها هو تحداكم بأصغر جنوده لا يرى بالعين المجردة، فزلزل دول العالم الكبرى والصغرى زلزالا عظيما، وهو مجرد فيروس بشري لا تحيطون بعلمه من أين قزاكم به الله متحديا به كافة علماء الطب البشري. فلا ولن يستطيعوا أن يجدوا له لقاحا مضادا كما يزعمون مهما أعلنوا، فلا يفتنونكم. فوالله فإنهم لكاذبون، برغم أنه كائن حي صغير من جنود الله الخفية، ولو اجتمع له كافة أطباء البشر، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ونصيرا، فلا ولن يستطيعوا بإذن الله كي تعلموا أنكم لا تحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه. ولكنكم قوم ملحدون، ولسوف ترون من مكر جند الله المجهول فيروس كورونا الخالق ما لم تكونوا تحتسبون، ويستدرجكم الله بطريقة إصابته الذكية والخفية ليوصل إلى من يشاء الله من كبرائكم من حيث لا يعلمون. وأرى منظمة الصحة العالمية لا يعتبرونه وباء عالميا بعد، كونهم بزعمهم سوف يسيطرون عليه وإنهم لكاذبون، فكيف يسيطرون على عذاب الله؟ ولكن الإمام المهدي ناصر محمد اليماني خليفة الله على العالمين أفتيكم بالحق أنه ليس مجرد وباء عالمي بل عذاب عالمي. وبما أنه من صنف العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلكم ترجعون، فحتما الوفيات قليل بادئ الأمر، ولكن الإصابات الآن بالملايين، وكثير منهم لا يعلمون أنهم مصابون، وذلك مكر من الله حتى يصيبوا قوما آخرين يظنون أنفسهم في مأمن من عذاب الله الخانق للجهاز التنفسي، فيضيق عليه تنفس الهواء شيئا فشيئا كأنما يصعد في السماء حتى يختنق بسبب التصاق الجهاز التنفسي وقناته. فكيف لا يصيب الله المستكبرين من يشاء الله منهم وهو أولى بهم صليا؟ أولئك المعرضون عن ذكر ربهم لعلهم يرجعون، ويهلك به الله من يشاء منهم موعظة للعالمين لعلهم يرجعون إلى ربهم الحق بالتضرع والدعاء أن يكشف عنهم عذابه، ويعدون الله أن يتبعوا كتاب القرآن العظيم، ويسأل الله تثبيت الذي يحول بينهم وبين قلوبهم، فيرجون من الله أن يثبت قلوبهم على الوفاء بما وعده أن يجنبهم عذابه فيكشفه عنهم، ليتبعوا كتاب القرآن العظيم ليكونوا من المهتدين. وما أريد أن أختم به بياني هذا هو نداء من الله في محكم كتابه في أثناء موعظة عذابه بمرض الصدور، تصديقا لقول الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. صدق الله العظيم. فتلك موعظة عذاب موعظة للمتقين، وأعلم أن ذلك عذاب ووجع وهلع كبير لشعوب لعلهم يتوبون فيعبدون الله وحده لا شريك له، ويتوبون من كبائر الإثم والظلم والفواحش ما ظهر منها وما بطن سرا وجهرا، ويتوضؤون الوضوء الكامل ليعبدوا الله وحده لا شريك له فلا يدعون مع الله أحدا. واعلموا علم اليقين أنه عذاب عالمي خفي المكر من الله الواحد القهار، وليس مجرد وباء كما يتزعمون. هيهات هيهات، ولسوف تعلمون، ففروا من الله إليه إني لكم منه نذير مبين. ولا تغلقوا بيوته عن الفارين إلى ربهم ليقيموا الصلاة لربهم وحده لا شريك له،
وأن المساجد لله فلا يدعون مع الله أحدا، ومن دخل بيوت الله لعبادة ربه كان آمنا من فيروس الاختناق، وحتى ولو دخل معهم صابون فارون إلى الله، فلن يصيب المصلين الصالحين الذين آمنوا على ربهم يتوكلون، فتوكلوا على الله إن كنتم مؤمنين. واعلموا أن فيروس كورونا عذاب جديد ذو بأس شديد داء الصدور شيئا فشيئا، حتى يقطع نفس من يشاء الله، ومن شفي منه فليعلم أنه ليس بسبب علاج الأطباء، بل بسبب دعائه لله أرحم الراحمين. فلا ينبغي له أن يجد لعذاب الله علاجا كونه ليس ابتلاء لتمحيص ما في صدوركم، بل عذاب يصيب صدور من يشاء الله من المعرضين منكم لعلهم يرجعون. ومنكم من يتوفاه الموت بعذاب الاختناق، ذلك ما تسمونه فيروس كورونا، وليس إلا من العذاب أدنى لكثير من الناس لعلهم يرجعون ولربهم يتضرعون، فيكشف عنهم سوء العذاب ويتبعوا الكتاب الحق من ربهم القرآن العظيم. ونحذركم كذلك من عذاب كويكب العذاب الراجفة، ترجف وراء المحيط الأطلسي إلى الغرب منه في الولايات المتحدة الأمريكية، فيثير نقع تراب أرضهم، فيملأ بتراب أرضهم فضاء العالم، وموجة ضاربة تنتشر بأصقاع هذا العالم بأسره، ولسوف تعلمون إنا لصادقون بإذن الله رب العالمين. وكوكب صقر من بعد ذلك، إذا لم يحدث لكم كويكب العذاب ذكرى، فاتقوا الله يا أولي الألباب. وجاء الفساد الأكبر الموعود في أرض المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين، ألا وإن حرمة المسجد الأقصى عند الله كحرمة المسجد الحرام، يا من بعتم بيت الله المعظم، فلن تجدوا لكم من الله من ولي ولا واق من عذابه، ولسوف تخسرون الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، إني لكم ناصح أمين. وجاءكم الموت وأنتم في غفلة معرضون، اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. خليفة الله وعبده الإمام المهدي ناصر محمد اليماني. تلت على مسامعكم هذا الاقتباس إحدى أنصاريات الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني. إلى الملتقى في اقتباس جديد.